صباح الخير على حضراتكم من جديد. خلينا نبتدي بأهم الأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية واللي بتعقد في مدينة شرم الشيخ. سيادة الرئيس قال إن المجلس الأعلى للاستثمار أكد أكثر من 22 قرار وإجراء الهدف منهم تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص، وإن الدولة عملت خلال الثمان سنين اللي فاتوا بكل ما أوتيت من قوة عشان يكون عندها بنية أساسية متطورة في كافة المجالات. وعلى صعيد آخر كمان، امبارح الهيئة الوطنية للانتخابات عقدت مؤتمر صحفي أعلنت فيه الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، وحددت أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، والتصويت في الداخل هيكون أيام 10 و11 و12 ديسمبر. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، منها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اللي بتعقد بمدينة شرم الشيخ. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ جين لي تشون، رئيس مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس تقدير مصر للعلاقات المتميزة مع البنك الآسيوي، خاصة في ضوء الدور المهم اللي بيقوم به خلال السنوات الماضية كشريك لمصر في العملية التنموية، وهو ما انعكس في استضافة مصر للمرة الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين للبنك، معرباً عن التطلع لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون مع البنك، خاصة في مجالات النقل والطاقة النظيفة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. امبارح قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية إن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر أكثر من 22 قرار وإجراء الهدف منها تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية، وأضاف: أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية، وبنتكلم عن 140 ل150 مشروع نعطيهم الأولوية ونعطيهم حوافز إعفاء ضريبي من 5 ل10 سنوات. ده غير إن الدولة عملت خلال الثمان سنين الماضية بكل ما أوتيت من قوة حتى تنتهي الفجوة تماماً ويبقى عندنا البنية الأساسية المتطورة في كافة المجالات. امبارح حنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتقدم رئيس الوزراء في برقيته بالأصالة عن نفسه بالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة عليه بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعب مصر العظيم وقد تحقق ما يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وهم ينعمون بالخير والأمن والسلام. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن القوات المسلحة نظمت زيارة لوفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وعدد من السفراء الأفارقة إلى المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية، وده للتعرف على منظومة العمل العلمية اللي بيتم العمل بيها بالمكتب. كما قام الوفد بالمرور على معرض المشروعات المنفذة من مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية اللي لاقت إعجاب الزائرين لما تتسم به تلك المشروعات من مواصفات علمية ذات معايير دولية، كما تم المرور على عدد من المعامل المشاركة في أعمال الاستشارات الهندسية والتقارير الفنية. امبارح أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 مع دعوة الناخبين للاقتراع. تضمن الجدول الزمني مواعيد فتح باب الترشح، ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبين في الترشح ممن تنطبق عليهم الشروط في التقدم بأوراق ترشحهم بمقر الهيئة اعتباراً من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر. امبارح قال المستشار وليد حمزة إن الهيئة الوطنية للانتخابات بكامل تشكيلها ومن خلفها قضاة مصر ستشرف على العملية الانتخابية وتفخر بهذه المسؤولية الجسيمة، مضيفاً أن العملية الانتخابية ستجري تحت إشراف قضائي كامل قاضي لكل صندوق وبمتابعة من الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المصري والخارجي، مؤكداً أن فتح باب الترشح جاء في الذكرى المئوية لأول انتخابات نيابية في مصر. وتابع رئيس الهيئة خلال المؤتمر: الهيئة تتعهد أن يكون عملها محل احترام في الداخل والخارج وأن تحتكم لضمير القاضي قائلاً: نقف فيه على مسافة واحدة دون انحياز أو تمييز، موجهاً رسالة للشعب قائلاً:
شاركوا في الانتخابات واختاروا مرشحكم والتفتوا عن الشائعات والأكاذيب، وكونوا على يقين أننا قائمين على خدمة الوطن، فاصنعوا مستقبلكم بالتوجه لصندوق الاقتراع. بالنسبة لجولة المحافظات، فكمان معنا مجموعة من الأخبار والأحداث اللي حصلت في محافظات مصر. ففي بني سويف تم انطلاق منافسات بطولة الصعيد للسباحة لمراكز الشباب في نسختها الثانية، وفي الأقصر تم تحصين أكثر من 50,000 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع. أما بقى في الشرقية تم إطلاق أو تم الاستعداد لانطلاق مهرجان الخيول العربية، وفي الدهلية تم افتتاح عدد من المدارس بمركز الجمالية بتكلفة 25 مليون جنيه. خلينا نتابع التفاصيل. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في بني سويف انطلقت منافسات بطولة الصعيد الثانية للسباحة لمراكز الشباب اللي هتستمر لمدة 3 أيام متصلة بالاستاد الرياضي، بيشارك فيها أكثر من 200 متسابق من 7 محافظات من محافظات الصعيد. في المنيا بتستضيف المحافظة ملتقى التوظيف اللي بتنظمه وزارة الشباب والرياضة ضمن مبادرة توظيف مصر بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي لشركات القطاع الخاص. وهتبدأ فعاليات الملتقى في الفترة من 30 سبتمبر الجاري وحتى 1 أكتوبر القادم. في الغربية افتتحت المحافظة مدرسة أولاد علي عبد الواحد للتعليم الأساسي اللي تم إنشائها على مساحة 2500 متر بإجمالي تكلفة 7.9 مليون جنيه، ومدرسة حبيب صقر الإعدادية اللي تم إنشائها على مساحة 1050 متر بإجمالي تكلفة 5.3 مليون جنيه. في الأقصر أكدت مديرية الطب البيطري إن إجمالي أعداد الحيوانات المحصنة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بلغت 50,426 رأس ماشية حتى الآن، وده ضمن استمرار مديرية الطب البيطري في تنفيذ أعمال الحملة بالإضافة للترقيم والتسجيل والتأمين على الحيوانات المحصنة. في المنوفية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي عن قيامها بقطع المياه اليوم الثلاثاء عن مدينة الباجور ومدينة سيرس الليان وتجمع قرى الحامول من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات. في الشرقية أكدت المحافظة أنه بيتم الاستعداد لإطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته 27. يعد هذا المهرجان أحد العلامات السياحية البارزة اللي بتحرص المحافظة على تنظيمه عام بعد عام، واللي بيجمع الهواة ومحبي الخيول العربية الأصيلة، وبيحرص على الاشتراك فيه أصحاب المزارع من داخل مصر وخارجها. في الدقهلية افتتحت المحافظة عدد من المدارس بمركز ومدينة الجمالية بتكلفة 25 مليون جنيه، من بينها مدرسة المغاوري نجم للتعليم الأساسي بقرية الإسكندرية الجديدة على مساحة 2700 متر مربع بإجمالي عدد فصول 22 فصل.